أهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من الرأي الحر، والذي نخصصه الليلة لتركيا. بعض جمهورنا الخليجي الذي كان يعيب علينا مرارا وتكرارا، ليش ما تتناول تركيا؟ ليش ما تتناول كذا؟ هاتناولنا تركيا اليوم، وفي موضوع ربما فيه انتقادات أكثر مما فيه مديح. هذا تأكيد على أن هذه الفضائية وهذا المنبر، نحن عندما يقوم زيد من الناس بفعل حسن نقول أحسنت، وعندما يقوم بعكس ذلك نطرح الموضوع بكل جرأة. لكننا لسنا من هواة التشهير والتصويب والسب هكذا على اللي رايحة واللي جاية كما يقال، لا، نتناول هذه المسائل بموضوعية وبمسؤولية أيضا واحتراما أيضا للمعلومة. ما يحصل في تركيا سنتناوله بعد قليل بتفصيل أكثر، ونطرح لضيفنا كل الأسئلة التي يطرحها الجمهور وبكل مسؤولية. طبعا بعض الأصوات الإماراتية بدأت مباشرة في الحديث، مثل عبد الخالق عبد الله وغيره، هذه الأمثلة التي لا تصطاد إلا في المياه العكرة كما تعلمون. وابحثوا على تويتر وسترون ماذا يقول هذا وأمثاله. ولكننا كما قلت، الحدث حصل في تركيا، هناك متضررون كثر، ونحن بمهنية ومسؤولية نتناول هذا الموضوع، ولسنا هنا لنمتدح دولة أو شخص هكذا على 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 عكس ما يحصل في الميدان. علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أوضاع اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، وذلك في أعقاب عودته من جولته الخليجية التي شملت 3 دول، هي السعودية وقطر والإمارات. وقال أردوغان في هذا الخصوص إن عمليات بناء منازل من الطوب في شمال سوريا مستمرة لتوطين اللاجئين السوريين الراغبين في العودة. ولفت الرئيس التركي إلى أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم حتى الآن اقترب من 1 مليون، وأن السوريين يتوقون للعودة إلى بلادهم وينتظرون ذلك بفارغ الصبر كما قال. وأشار إلى أن دولة قطر تدعم مشروع بناء المنازل في الشمال السوري، مضيفا أنه مع تقدم هذا المشروع ستزداد عودة السوريين أكثر. من جهته شدد وزير الداخلية التركي علي يارليقايا في لقائه اليوم بممثلي منصات صحفية عربية وإعلاميين عرب في مقر والي إسطنبول على أن الدولة التركية تولي اهتماما كبيرا لحقوق المهاجرين الشرعيين في البلاد، ونفى في اللقاء نفسه ما أثير حول إجراءات تنوي تركيا تطبيقها بحق الجنسيات الاستثنائية. الوزير التركي قال إن تركيا وضعت آلية جديدة للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، نافيا أن تطال هذه الإجراءات المهاجرين الشرعيين الذين يعيشون في البلاد بأوراق ثبوتية قانونية. الوزير تطرق كذلك إلى التجاوزات التي ارتكبها بعض عناصر الشرطة التركية بحق المهاجرين، وقال إن الدولة تتعامل مع هذه التجاوزات وأنها لن تسمح بها مرة أخرى. وبخصوص مقاطع الفيديو التي تداولها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي والتي توثق قيام عناصر من الشرطة التركية بضرب مهاجرين تم توقيفهم في الشوارع، أشار الوزير التركي إلى أن تقدير واحترام الدولة التركية للمهاجرين، وأن السلطات سوف تتخذ إجراءات ضد من قام بذلك. يأتي هذا في ظل الحديث عن تحريض يطال في الفترة الأخيرة اللاجئين عموما في تركيا وبينهم اللاجئون السوريون، وسط شهادات لسوريين يتحدثون عن ازدياد عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا في الآونة الأخيرة إلى الشمال السوري. وكان الدكتور محمد خير موسى المقيم بتركيا استشهد بفتوى تسمح للاجئين السوريين بتجنب حضور صلاة الجمعة في المساجد في تركيا من أجل التهرب من تفتيش الشرطة وسط حملة ترحيل مكثفة من قبل السلطات. لا تتوقف في الواقع مشاهد العنصرية كما وصفت عند هذا الحد، بل سجل في بعض المحافظات إزالة لللافتات والملصقات العربية، من يصدق ذلك؟ وسط مخاوف من أن الموجة يشتم منها رائحة العنصرية، وأن من يقف خلفها يستهدف فيما يبدو الوجود العربي في تركيا.
تركيا إذن ما تفسير تنامي العداء ضد اللاجئين والسوريون من بينهم؟ طبعا لا نقول السوريون هم المستهدفون، ولكن اللاجئون ربما بشكل عام. هذا حصل في الفترة الأخيرة وتقارير عديدة تحدثت عنها. هناك أيضا حديث عن إزالة اللافتات والملصقات العربية. لماذا؟ شو يعني ملصقة عربية على واجهة محل أو في الطريق؟ ما الذي صنعته هذه اللافتة أو الملصقة حتى تزال؟ سنعرف بعد قليل من ضيفنا. على كل حال، من يدفع إلى إفساد العلاقة برأيكم بين العرب وتركيا؟ ومن صاحب المصلحة؟ سؤال في غاية الأهمية. هل المتسبب في هذه الأفعال هي جهات عنصرية قومية كما توصف؟ وهل الحكومة وحزب العدالة والتنمية تحديدا على دراية بما يجري؟ وما هو الموقف؟ العلاقات العربية التركية، من يدفع نحو إفسادها ولمصلحة من؟ نعود الجمهور بعد قليل، ولكن دعوني أرحب بضيفنا في بداية هذه الساعة. انضم إلينا دكتور مهند حافظ أوغلو، الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول. دكتور أوغلو، لو تضعنا في البداية في حقيقة ما يجري على الأرض، أكن فما يتعلق باللاجئين أو ما يتعلق بهذه الملصقات واللافتات العربية التي يتم إزالتها من بعض المدن التركية. سعدت مساء أستاذ صالح وجميع المشاهدين. طبعا فيما يتعلق أبدأ من حيث انتهيت، اللافتات والملصقات المكتوبة باللغة العربية ليس بالجديد منذ سنوات طويلة، وفي التشريعات الداخلية التركية يسمح فقط أن تكون اللوحة أو الشاخصة مكتوب عليها باللغة العربية أو أي لغة أجنبية عدا اللغة التركية، سواء كانت روسية، كانت إنجليزية، كانت ألمانية، إسبانية، أي لغة عدا اللغة التركية المسموح به في الداخل التركي أن لا يتجاوز نسبتها من حيث الحروف والأرقام والكلمات أن لا تتجاوز 30% في أي حال من الأحوال. فإذا ما كانت الشاخصة أو اللوحة أو اللائحة مكتوبة كاملة بأي لغة أجنبية غير اللغة التركية فيعتبر هذا مخالفا للوائح الشروط الداخلية التركية. يعني هذا الأمر ليس بالجديد، ولكنه تزامن مع هذه الموجة الجديدة وهذه التطبيقات الجديدة وفق تعليمات جديدة بالتضييق وإخراج كل من هو غير شرعي من على الأراضي التركية، وذلك لاعتبارات متعددة. أولا أن وجود الغير شرعيين على الأراضي التركية بالفعل إنه يسيء لكل الجاليات العربية بشكل أساسي أو الجاليات الأجنبية. يعني قد يقول قال أو يتساءل سأل، لماذا لا نرى مثل هذه الحملات على جنسيات غير عربية، غربية، شرقية، أي كانت، المهم أنها غير عربية، لماذا لا نرى مثل هذه الحملات؟ لماذا؟ لأنهم بالفعل الدول الغربية أو الدول الشرقية في العموم باستثناء الدول التي وضعها الداخلي منهار كأفغانستان، باكستان، حتى عن طريق إيران والإيرانيين بعض منهم، هؤلاء يأتون إلى الداخل التركي بطريقة غير شرعية، وبالتالي عدم وجودهم بشكل قانوني هذا يسيء لمن وجودهم قانوني. وبالتالي ننتقل إلى النقطة الثانية وهو سوء تطبيق وتنفيذ هذه التعليمات. من أساء في تطبيق هذه التعليمات وفي هذا التنفيذ السيء، هذا سوف يكون له تبعتان. التبعة الأولى هو محاكمته ومحاسبته من قبل القضاء التركي وفق اللوائح الداخلية لوزارة الداخلية التركية. هذا ماذا سوف يعني بطبيعة الحال؟ سوف يعني المزيد من الاحتقان الداخلي والغضب على كل العرب وكل من هو موجود على الأراضي التركية من قبل أولئك الذين سوف يحاسبون لأنهم لم يقوموا بمثل هذه التصرفات العنصرية وسوء تطبيق لهذه التعليمات إلا بسبب أن لديهم احتقان أو لديهم غضب من وجودهم، وبالتالي سوف يزداد هذا الغضب، وهذا قد ينفجر في مناطق أخرى وفي نقاط أخرى وفي أزمنة أخرى. هذا ثانيا. ثالثا، اليوم الوجود العربي في تركيا أصبح واقعا وقويا ومضى عليه سنوات طويلة، ازدادت
هذه العنصرية بعد ارتفاع صوت القوميين الذين لا يرون إلا الأمة التركية والقومية التركية. ليس فقط الخطاب اليميني في كل دول العالم بدأ في صعود، بل حتى أصوات القوميين واليمينيين في الداخل التركي بالفعل هو شديد وشديد جدا. وبالتالي هذا جعل من أن سوء التطبيق، وهذه اضطر أمس ليلا رئيس دائرة الهجرة في اسطنبول واليوم وزير الداخلية أن يقوموا بلقاء مع صحفيين ونخبة عربية لتوضيح الموقف. ولكن يعني كل هذا يعيدنا إلى نقطة أساسية. طيب إذا كان هناك مخالفين غير شرعيين وكانت هناك مخالفات من قبل البعض، طيب أليس حريا بأن يكون هناك تنظيما على أو ضبطا للحدود أكثر؟ هذا التساؤل. التساؤل الثاني أخشى ما أخشاه أن هناك جهات مستفيدة سوف تستفيد، وكما كانت على مدى التاريخ بكلما كانت المسافة بعيدة أو الهوة واسعة ما بين العرب والترك كلما كانت تلك الدول مستفيدة أكثر فأكثر. هم يريدون الانطلاق من هذه النقطة ويركزون ويسلطون الأضواء على بعض التجاوزات. صحيح أنها تجاوزات وأنها هناك فئة ظلمت وبالفعل وقع عليها خطر كبير، يعني هناك نساء وأطفال تركوا بدون رجل وبدون راعي لأنهم أخذوا على حين غرة وبدون سابق انذار، بالرغم من الوعود بأن عودتهم سوف تكون سريعا وقريبا جدا إلى المناطق التي أخذوا منها لأن وجودهم شرعي بطبيعة الحال. ولكن هذا يؤثر بشكل أساسي على الصورة العامة. هي الصورة العامة، وهنا يعني أطرح سؤالي التالي سيد أوغلو. الصورة العامة في تركيا وأنت أعلم بها، يعني الجمهور العربي يعني في فترة ما، يعني لو ترشح الرئيس أردوغان في أغلب الدول العربية ربما لفاز يعني بنسب كبيرة قبل حتى الشخصيات المحلية، لكن هذا الذي يحصل في تركيا الآن ينال من هذه الصورة، حتى وإن كان الرئيس أردوغان ربما غير مسؤول بشكل مباشر على ما يجري. لماذا تصاعدت هذه الموجة بعد الانتخابات ولم تكن كذلك قبل الانتخابات؟ وهل هي ردة فعل من هذا التيار القومي الذي خسر ربما الانتخابات ويريد الآن أن يحرج السلطات؟ يعني لو توضح لنا مثل هذه النقاط لو تكرمت. فعلا هناك أكثر من عامل جعل المسألة تزداد وتأخذ حيزا كبيرا من الإعلام. السبب الأول هو تلك التصرفات الغير ممنهجة والغير منظمة من قبل عناصر الشرطة بالذهاب إلى الأسواق. وطبعا في القانون التركي من يدخل محلا تجاريا أو دكانا لا يمكن لأي سلطة كالشرطة أو غيرها أن تدخل إلى داخل ذلك المحل وأخذ ذلك الشخص الموجود هناك بالقوة إلا بعد أخذ إذن صاحب المحل أو المتجر. ولكن هذا ما جرى في بعض الأحيان من أن عناصر الشرطة بعضها قاموا بالذهاب نحو تلك المتاجر وأخذهم بالقوة، حتى أن هناك رصدا ليس فقط في الشوارع، هناك رصدا للأسواق، هناك رصدا للمساجد. هذه السابقة خطيرة، وهذا ما جعل يأخذ الموقف مساحة كبيرة وصدا كبير مع الأسف لأنه ليس بالجيد. ثانيا الخطاب القومي يزداد في تركيا بشكل كبير، سيما أن على سبيل المثال رئيسة حزب الجيد أكشنر وحزبها بطبيعة الحال فضلا عن أحزاب المعارضة على سبيل المثال حزب الشعب الجمهوري برئاسة كمالكليشتار أوغلو، فضلا عن اليميني المتطرف الذي يجب أن يحاسب في القانون التركي، وأظن أن الداخلية التركية سوف تتحرك قريبا ضد من يسمى أميت أوزداغ لأنه رفع شعار تلك العنصرية المقيتة التي هي بالفعل دخيلة على المجتمع التركي. يعني قبل سنوات لم نكن نسمع في مثل هذه المواقف أبدا، اليوم منذ سنتين أو ثلاث سنوات وحتى الآن سيما في ضوء الانتخابات جاءت هذه الورقة والتسليط الأضواء عليها ولعب فيها مع الأسف كورقة انتخابية. كل هذا جعلت العيون
نحو ما سوف يكون في الداخل التركي بعيدة الانتخابات، ولم يمضي شهران من الانتخابات وبدأت هذه الإجراءات الشديدة. لماذا؟ لأن أولا بدأ الصيف، ثانيا الكثير من الدول الغير مستقرة داخليا يحاول أهلها أن يذهبوا إلى دول فيها أعمال كثيرة وتكون ذات سوق مفتوح من حيث الهيكلة الاقتصادية، وهذا أكثر أفضل ما يمثله الاقتصاد التركي، فضلا عن توجههم نحو مدينة إسطنبول بشكل خاص كونها العاصمة التجارية والاقتصادية لكل الأعمال. إذن هناك مخالفين جاءوا من غير ولايات، ممن لديهم قيود رسمية من غير محافظات إلى ولاية ومحافظة إسطنبول، وهناك من جاء بتسريع وبتعاون إيراني لإدخال غير شرعيين من إيران ومن خلفها من الدول، وذلك لإغراق تركيا في الكثير من المشكلات. لا ننسى تفجير تقسيم الذي جرى أستاذ صالح، بأنها كانت قد دخلت بطريقة غير شرعية وليست لديها أي أوراق ثبوتية، هذا يخيف الجانب التركي ويجعل تلك التعليمات تكون صادرة في هذه المرحلة. نعم، هو سيد أوغلو لا أحد يعيب على تركيا كأي دولة أخرى في العالم أن تنظم الهجرة بداخلها، وقد تحملت تركيا بالتأكيد الحقيقة ووقفت مع الشعب السوري وتحملت ملايين السوريين، ومن حقها أن تنظم الآن هذه العملية. لكن هذه الممارسات وما يحصل وما أشرت إليه، يعني أخذ مهاجرين كثر هكذا من داخل محلاتهم وبيوتهم مباشرة نحو الترحيل، دفع حتى في بعض وأنت استمعت لعلك لهذه الفتوى التي سمحت للسوريين أن لا يصلوا الجمعة في المسجد، يعني لهذا الحد، وهي سابقة الحقيقة تعكس معاناة السوريين وتسيء لتركيا. وأيضا هناك العشرات إن لم يكن المئات ربما يعانون من بعض الأمراض، يقفون على الحدود يريدون تصريح خاص للدخول للعلاج في تركيا ولم يبت في 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 مطالبهم إلى حد الساعة. يعني السؤال هو التالي: لماذا حزب العدالة والتنمية لم يعطي تصريح واضح في هذا الخصوص واكتفى بالمتابعة والصمت؟ يتساءل البعض. للسببين أساسيين: أولا يعتبر حزب العدالة والتنمية ما يجري هي تصرفات فردية وليس منهج دولة وليس منهج حكومة تتبعها هذه الحكومة للتضييق على وجود اللاجئين عموما والسوريين خصوصا في الأراضي التركية. السبب الثاني هو أن الحكومة التركية لديها ربما رؤية بأن هناك الكثير من القرارات والكثير من التعديلات والقوانين التي سوف تنظم الوجود السوري، من يبقى منهم في تركيا، من يذهب أو طواعية إلى سوريا، من يذهب منهم إلى الدول الأخرى، هذا كله وفق توافق دولي ضمن الحكومات، يعني هنا ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي وما بين تركيا والنظام السوري برعاية روسية إيرانية. إذن هذان السببان الأساسيان اللذان يجعلان الحكومة التركية لا تقوم بتصريحات توضح الموقف، وإن كانت تعتبر اليوم بعد لقاء الوزير الداخلية علي كايا مع النخب العربية أو الصحفيين العرب تعتبره بأنه تصريح رسمي أو إدلاء بدلو الحكومة التركية فيما جرى، ولكن هذا لا يعفي أن الحكومة التركية، لا أعني فقط هذه الحكومة، الحكومات حتى السابقة لم يكن لديها تلك الرؤية الواضحة للوجود السوري. في حتى هذه اللحظة وجود السوري الرسمي الشرعي في تركيا تحت إقامة المؤقتة وليس صفة لاجئ، يعني الأمر قال صفة اللجوء المؤقت قد تأخذ سنة سنتين ثلاث سنوات، ولكن أن يزداد الأمر على عقد من الزمن جعل بعض القوميين، جعل بعض من يريد أن يصطاد في الماء العكر من أطراف حتى خارجية أن يستخدم أيادي داخلية لتأليب الإعلام عامة ليس فقط العربي على التحركات التركية وعلى ما تقوم به الحكومة التركية، ولكن مرة أخرى هناك الكثير من التقصير والكثير من الأخطاء في عدم إيجاد بنود وأنظمة كاملة تراعي كل المواقف وكل الحالات الطبية وغير الطبية فيما يتعلق بوجود السوريين، لكي كانت تتفادى تركيا والدولة التركية والشعب التركي مثل هذه السمعة ومثل هذه التصريحات ومثل هذه التداول. نعم.
أنا الحقيقة سيد أوغلو وهنا أختم معك، تبعت شهادات لا أدري مدى الدقة فيها، تبعت شهادات لسوريين تم ترحيلهم يقولون بأنهم كانوا لديهم إقامات، يعني أوراق رسمية، مقيمين في تركيا وإعلاميون وغير إعلاميين، ولكن مع هذا تم ترحيلهم. وهذا الحقيقة المؤلم، نحن لا أحد يعيب ربما على تركيا أنها تنظم الهجرة، ولكن من كان له حق الإقامة يبقى مقيم، ومن لا يملك هذا الحق إما أن يتقدم بمطلب رسمي أو أن يتم يعني ترحيله إلى مكان آمن وتحت رعاية ربما، يعني حتى لا يطاله النظام السوري بسوء. أختم معك في هذا السياق، لأنه هذا الملف بالتأكيد له انعكاساته، والخوف أنه يؤثر في هذه العلاقة المتنامية بشكل كبير الحقيقة. وأنت تعرف هناك رجال أعمال، هناك مستثمرون، هناك عرب كثر الآن يشترون بيوت هناك ويقيمون ولهم مصالح في تركيا، وهذا يفيد الاقتصاد التركي. من سيستفيد من إفساد هذه العلاقة المتنامية بين تركيا والعرب؟ صحيح، وهناك هذه الأخطاء قاتلة، يعني من لديه إقامة على وشك الانتهاء أو انتهت ولا تمدد له، طب هذا الذي أصبح مقيما في تركيا منذ 5 سنوات أو 6 سنوات، هذا لديه أطفال في المدارس، هذا لديه مشاريع، لديه متجرا، لديه عملا أسسه في هذه المدة، اليوم لماذا لا يجدد له إن لم يكن مطلوبا بجناية بأمر قضائي؟ وبالتالي هذه الأخطاء يصطاد منها لإفساد هذه العلاقة ما بين الشعوب العربية والشعب التركي، فضلا عن الدولة التركية والدول العربية. ولكن لا يبدو لي، بالرغم من كل ما حدث من أخطاء والرغم من كل ما حدث من سوء تطبيق للتعليمات، لا يبدو لي أن الأمر سوف يتوسع، بل أظن أنه بدأ في الانحساب، وأن المستثمرين العرب أصحابي الشركات وأصحابي الأموال أصبحوا يدركون تماما ما هي الإجراءات الحكومية الداخلية، وأنه في مأمن من كل ما سوف يجري، وربما يكون هناك تعليمات. يعني يبدو لي أن اجتماع أمس رئيس دائرة الهجرة التركية واليوم وزير الداخلية، هذا يعني حكما يجب منطقا أن يكون ممن التقوا بهم بأن قد أوصلوا لهم بأن هناك من يخشى على استثماراته، وأن هناك تعليمات سوف تصدر لكل من هو مستثمر، كل من هو صاحب حق وجود شرعي، ولو لم يكن مستثمرا، كل من كان صاحب وجود شرعي عليهم، اي على عناصر الشرطة، ان يقوموا بالتاكد من اوراقه الشرعيه الثبوتيه، وبالتالي عدم المساس به ما لم يرتكب جرما او مخالفه. عدا ذلك لا يبدو الامور انها سوف تتضخم، على العكس سوف تنحسر، وسوف تبقى الشعوب العربيه والشعب التركي كما جمعهم التاريخ والجغرافيا في الماضي وفي الحاضر، سوف يبقى ذلك الجمع مستمرا في المستقبل. هذا ما نأمله جميعا الحقيقه. الدكتور مهند حافظ أوغلو الباحث في العلاقات الدوليه، كنت معنا من اسطنبول، نشكرك جزيل الشكر. أفتح الخطوط الآن فقط طبعا كمتابعين، أرجو أنه يعني إجابات ضيفنا كانت شافية وكافية، لكن هل اطمأنت قلوب البعض؟ طبعا اللي قلق من هذا الوجود العربي والسوري في تركيا، رأيكم في هذه الإجراءات؟ هل التبرير كافي أنه عناصر الشرطة ربما أخطأوا في ترجمة الأوامر والتوجيهات؟ هناك أمر حكومي ربما بالتعاطي مع الهجرة غير الشرعية، لكن يبدو عناصر الشرطة ولعل من بينهم، نقول لعل وحذرين هنا في الاستخدام، لعل من بينهم من تراه ربما عنده حس قومي متشدد حتى لا نقول متطرف، فأخذ هذا في جرير الذاك ودفع بالكثيرين خارج الحدود، وكان هناك بالتأكيد متضررون وضحايا. ما رأيكم في مثل هذه التصرفات؟ بالنسبة لإزالة الملصقات واليافطات، ضيفنا أشار بأنه المسألة ليست جديدة، موجودة، ويقول عندما تكون اللغة الأجنبية، كانت عربية أو أجنبية، اللغة المحلية طبعا هي اللغة الوطنية، اللغة التركية، عندما تكون نسبة اللغة الأجنبية أكثر من 30% بالنسبة للغة الوطنية يتم إزالة الملصق أو اليافطة. هذا ربما قرار طبعا يجب احترامه، قرار تركي، مش مثل حال العرب طبعا تجد اليافطة بكاملها فرنسية مثلا في الجزائر أو تونس ولا أحد يطاردها، تركيا ربما تريد أن تحافظ على لغتها. أنا لو سألت رأيي، أنا اللغة العربية أراها يعني هي لغة الأتراك، الأتراك إخواننا، هم
يعني لغة أهل الجنة اللغة العربية، وبالتالي كان يمكن أن تعامل اللغات الأجنبية الأخرى بمثل هذا القانون وليس اللغة العربية تحديدا، ولكن هذا هو القانون التركي وعلى الجميع أن يحترمه. نبدأ في استقبال المشاركات. كمال من إيطاليا تفضل. عليكم. أنا أتفق مع الطيف، هو نظر أنه يعني من تركيا ويفهم. أنا نعطي لها التفسير تاعها من مهاجر جزائري عندي 35 من الصحافة الإيطالية، يعني أنا أتفق مع سيدي في جميع النقاط لأنه وبارك الله يعني عنده الحق. أنا نعطيك مثال بسيط، يعني كون أن أوروبا يعني ضد تركيا، لا تريد أن تدخل تركيا في قضية تاع الملف السوري، وهي اللي راهي محتضنه السوريين هي تركيا اكثر من دول اوروبيه في عندما حدث في هذا. والغريبه في المانيا هي لانه كل المهاجرين يذهبون الى المانيا. عندك اوروبا الشرقيه هي اللي راهي تدير في المشاكل هذه تاع العنصريه، وهما عندهم الحق. خويا انا مثلا جزائري تدخل من المتطرفين. شكرا لك، أشكرك. كمال من إيطاليا. أبو الوليد مساء الخير. أبو الوليد مساء الخير يا أبو الوليد. السلام عليكم. وعليك السلام. يعني قضية ترحيل العرب السوريين من تركيا ليست هي قضية ذاتية، وإنما هي قضية دولية تتعلق في موضوع تعويم بشار الأسد، هذا الذي قتل الملايين وذبح وهجر الملايين من السوريين إلى تركيا وإلى بلاد العالم. فالآن الغرب على رأسها أمريكا تريد إعادة هذا الحاكم وتثبيته وتعويمه لكي يعود مرة أخرى إلى إجرامه وإكمال دوره في الإجرام بشعبه السوري هذا الذي نادى بكلمة حق لا كلمة باطل، والتي أساءت إلى جميع الغربيين وإلى جميع الدول كزعماء ورؤساء. جميل. من ضمنهم تركيا هذه التي هي أيضا دولة عنصرية، دولة مستعمرة في إلى حد كبير من قبل الدول الغربية وخاصة أمريكا. فلا غرابة فيما تقوم به تركيا من إعادة تأهيل النظام. يعني أبو الوليد، رغم كل التوضيحات التي وضحها ضيفنا، وما تزال ترى أن تركيا دولة عنصرية؟ نعم، كل الدول المستعمرة دول عنصرية، ليست هناك دولة يعني قائمة بذاتها سوى الدول الغربية، والدول الغربية حتى هي بذاتها عنصرية. فكيف بالدول العربية والتي تسمي نفسها إسلامية لا تكون عنصرية وتعتمد في وجودها على الغرب المستعمر؟ لذلك قضية سوريا لا تحل إلا بالإسلام الذي يجمع الأتراك والعرب وغيرهم على كلمة لا إله إلا الله، هذا هو الحل، وليس حلا قوميا أو عنصريا أو قومي أو وطنيا. وتركيا تراعي هذه الرابطة يا عزيزي، ضيفنا كان واضح، تركيا تراعي هذه الرابطة ووقفت مع السوريين واحتضنت أكثر من 4 مليون سوري. يعني أنت وأمثالك ربما ذاكرتكم مثقوبة، يعني أنت لا ترى إلا ما حصل معك البارحة، لكن قبل ذلك لا تراه. لا. السوريين عاشوا لسنوات طويلة في تركيا ومرحب بهم الآن. طيب. هذه الإجراءات، نعم ضيفنا قال لك فيها شوية شطط في في الممارسة، وبعض عناصر الشرطة أخطأوا، وهناك أيضا تيارات قومية عنصرية، ضيفنا لم ينكر ذلك، ولكن لا يمكن أيضا أن 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 أن, أن لا نعترف بالجميل وبالدور الذي قامت به تركيا. هذا عيب لا يليق بك، وأنت تدعي طول النهار الإسلام الإسلام الإسلام. المسلم لا ينكر المعروف يا عزيزي. طيب يا أخ صالح، مدى المسكوب ذاكرته أنا أو غيري الذي إذا كان أردوغان يعامل السوريين كمسلم، لماذا لا يعطيهم الجنسية التركية من البداية؟ طيب هناك إجراءات قانونية، يعني أردوغان لا يملك البلد، أردوغان رئيس دولة ويحترم القانون. يا أخي أنا لا أدري كيف تفكر، يعني أنا اللي كيف بفكر، كيف هم يفكرون أن هؤلاء مسلمين كما قلت أنت، هؤلاء مسلمون، كيف يعاملون المسلمين بهذه الطريقة وهم مسلمون؟ هل أردوغان مسلم؟
طيب هناك قوانين دولة، هناك قوانين دولة لم يصنعها أردوغان، هي قوانين دولة موجودة، قوانين الهجرة. ولكن هذه ليست قوانين إسلامية، ليست قوانين مسلم يا رجل أنت، هذه قوانين غربية استوردت طيب من الغرب وليس مستوردة من بلاد المسلمين. طيب يا أخي أنت تتعامل مع الواقع، أنت مشكلتك تعيش في دولة الخلافة التي ترفعها دائما، لكن دولة الخلافة ليست موجودة الآن، فخليك مع الواقع يا رجل، افهم الواقع أولا. نحن يا أخ صالح نحن لا نعيش مع الواقع، نحن يجب أن نعيش نغير الواقع الفاسد الذي فرض علينا من قبل المستعمر الغربي. جميل. وأن نعيد الواقع الذي يرضاه الله ورسوله. شكرا لك أبو الوليد، أشكرك والبلاد. شكرا لك، أشكرك. محمد من فرنسا. ألو السلام. يا أهلا بك يا أخي. يا أخي اسمح لي يا ما تكوبيش عليا، خليني نكمل مو الفكرة تاعي دي، ما تكوبي عليا، ما تخلينيش نكمل الفكرة. الأتراك عنصريين وكي حلوا الباب للسوريين، سي با بوغ السوريين، سي بوغ لي زانتيغي أوروبيان والأمريك، فهمت؟ لازم 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 العرب تشوف، لازم السوريين يوليوا لبلادهم ويسقموا بلادهم، لازم يجمعوا العرب، باسكو الفاس راهو فوق راس العرب، راهو ممكن اللي يجي كونت العرب، واحد لا يحب العرب، والعرب قاعدين عندنا لا ديفيرونس اونترنو قاعدين يتقابضوا بيناتنا، فهمت؟ الاتراك ماهمش عرب يا اخي. شكرا لك، اشكرك محمد من فرنسا، شكرا لك. أنا يا جماعة الخير والله العظيم وأقول هذا صادقا يعني، أنا لا أدافع على مثل هذه الإجراءات، فيها ربما حيف وفيها حتى ظلم إن شئت للآلاف من إخواننا السوريين، لكن ضيفنا كان واضح والسلطات التركية أيضا وزير الداخلية أوضح المسألة والرئيس أردوغان تحدث في هذا المجال، المسائل وفق إطار قانوني، اللي عنده إقامة لن يظلم، ومن لا يملك إقامة سيأخذ إلى أماكن تكون مهيئة وعنده مسكن وأموره على العال. قد لا يكون الأمر مثالي ولكن هذا اللي موجود، لكن أقول كلمة والله للتاريخ ولا أدافع عن أحد، وبإمكانك أنك تنتقد اليوم كما تشاء، يا ريت تجيبوا لي دولة عربية واحدة تحملت 4.5 مليون لاجئ سوري، جيبوا لي أعطوني اسم دولة عربية واحدة، والتحدي هذا للجميع اللي تابعني، دولة عربية واحدة استقبلت 4.5 مليون لاجئ ونصف أو أقل من ذلك أو أكثر، عندما تجد هذه الدولة العربية تعو حاسب تركيا كما تشاءون. طيب دعونا نتابع هذه هذا التقرير الذي أعده الزملاء حول إزالة بعض الملصقات واللافتات العربية، نتابع. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kitlere sığınmacılara ait dükkanlardaki Arapça tabelaları kaldırmaya başladı. Aynı zamanda yol üstünde kaldırım işgali yapan işletmelere de uyarıda bulunup ceza yazdı. Yukarıda adam mı? طيب مؤلم أن ترى مثل هذه المشاهد حقيقة يعني، أنا لا أنكر ذلك، ولكن قلق قانون شو تعمل؟ والله كيف تحسبها نسبة اللغة العربية هي 30% من اليافطة ككل أو أقل أو أكثر، هذا يعني مربط الفرس، كيف نحسبوها بالله عليك 30% أو أقل أو أكثر؟ ضيفنا قال لك إذا كانت اللغة الأجنبية عربية ولا غيرها يعني هي 30% أو أكثر من الملصق ككل اللي فيه اللغة التركية، هذه اليافطة تزال، لكن ما لاحظناه الآن في الصورة تزال فقط اللغة العربية، لا أدري. على كل حال المسائل بالتأكيد فيها يجب التدقيق فيها وبحثها. حكيم من بريطانيا. أي صالح، يا أهلا بيك صالح، ما أطول عليك. صالح تخيل 4 ملايين إفريقي يدخلون الجزائر أو المغرب أو تونس، ماذا سيحدث؟ وشكرا صالح. شكرا لك حكيم. بالفعل بالفعل شوية لاجئين يعني لعلهم بالمئات أو في أقصى الحالات بالألاف، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها في تونس، والآن السلطات ترمي بهم في الصحراء بين تونس وليبيا، وبعضهم
يعني توفي كما أكدت التقارير، وممارسة يعني لا تشرف أي تونسي. أنا لا أبرر بهذا الصنيع، أبرر ما يجري في تركيا، لا والله، أنا أقول هذا مرفوض وذاك مرفوض. تركيا وهي الدولة التي أظهرت الحقيقة حلما وصدر مفتوح للسوريين وغيرهم، بالذات السوريين، لا ينكر ذلك إلا جاحد. وأنا أقول للسوريين يعني أي معاناة تتعانوها الآن يريد أنها ما تنسيكم الوقفة التركية الجميلة منذ الثورة إلى الآن. وقفت تركيا بقضها وقضيدها مع السوريين. فإذا كان هذا خطأ الآن اللي حاصل، لا يعني أن ننسى الماضي، هذا عيب على فكرة، البعض منا ينسى، عنده ذكرته مثقوبة. الإجراءات هذه فيها شوية قسوة، لكن يريد، ومن هذا المنبر نوجه خطاب مباشر إن شئتم إلى الرئيس أردوغان الذي يحظى بالحقيقة إشادة والتكريم وحب في كل هذه المنطقة العربية والإسلامية، يريد يعطي تصريح واضح حول ما يجري. على كل حال وزير الداخلية أوضح المسألة، ويريد عناصر الشرطة اللي طبقوا في المراسيم وهذه الأوامر أنهم يلتزموا بما تم توجيهه، يعني أنه لا يظلم أحد، وحتى عملية الترحيل تكون فيها شيء من الاحترام، مش تشيني طول من المكان اللي أنا فيه وتحطني على الحدود وأطفال وبعضهم ترك أطفاله خلفه. يا جماعة احنا دولة مسلمة، وتركيا لدينا، العرب لدينا ثقة عالية في تركيا، فبالتالي يريد أن تركيا لا يعني لا تذهب بعيدا في مثل هذه الإجراءات فتخسر هذه القرابة وهذه اللحمة بينها وبين العرب، والجمهور العربي أيضا ربما يتأثر، تعرفون هناك بسطاء كثر في عالمنا العربي قد يتأثرون بمثل ما يجري، وتصبح يعني السمعة مش تمام. محمد من السعودية، مساء الخير. يا صالح، يا أهلا بيك. أنا بس لو تسمح لي دقيقتين. أول حاجة، المشكلة كلها لما أعلن أردوغان أنه بشار أصر على انسحابه من الشمال السوري، هذه كل المشاكل دي حصلت. نمرة اثنين، العنصرية التركية دي من زمان، يعني مش اليوم. فنحن لازم نأخذ الأمور بهدوء. هم أصلا الأتراك عندهم العرق الغزاة والواواوا إلى آخره. بعدين أنت بتقول لي اتحداكم لو أحد عنده 4 مليون. لا، على فكرة أنا ماني مع السيسي. مصر عندها أكثر من 8 مليون لاجئ، تمام؟ 8 مليون لاجئ، تمام؟ ويدخل على جوجل، يدخل على اللي تبغى عشان تشوف. 8 مليون لاجئ سوري؟ لا، عندهم 3 مليون لاجئ سوري. طيب. وعندهم 4 مليون سوداني. يا سيدي، اللاجئين السوريين، اللاجئين السوريين في مصر إذا يوصلوا 3 مليون أنا أحييك على هذه المعلومة، ولا حتى نص. طيب. هذا العدد. طيب. تأكد من ذلك. مين اللي يحكم بيننا؟ مين اللي يحكم بيننا؟ لا 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 يا رجل، أنا مين اللي يحكم بيننا؟ بهدوء، مين اللي يحكم بيننا؟ مين اللي يحكم بيننا؟ تحكم بيننا المعلومة. طيب أديني معلومة. المعلومة لا توجد 3 مليون لاجئ سوري في مصر. أنت وانت هنا الكلام ده. أنا عندي 3 مليون معلومة. ونصف لاجئ أو ربما يصلون حتى 4 كانوا في تركيا، وهو أكبر عدد في المنطقة. أول شيء. طيب محمد شيء. محمد عزيزي. حسب. محمد حسب. عزيزي. حسب. كلا. طب غير اسمعنا، لأن خلينا نتجاوز، لأنه ما بدناش نضل في هذه النقطة. الآن الآن تركيا هناك فعلا تجاوز في تطبيق القانون، صحيح. هذا ما نتناوله الآن، لكن لا يعني أن نصير يعني والله تركيا عنصرية ومش عارف إيش، يعني هذا الكلام الحقيقة أنا لا أدري يعني لمصلحة من برأيك؟ لمصلحة الأتراك نفسهم. على فكرة أنا بهني أردوغان إنه الأسبوع الجاي، الأسبوع هذا حيقابل نتنياهو، يعني بهنيه بجد، بهنيه. هتفتح حلقة بيها يا صادق؟ هذا على فكرة يعني أولا ليس موضوعي هذا الآن. لا لا لا، يعني تضحك وتتهكم وكأنه يعني فرصة لك ولأمثالك، فرصة لك ولأمثالك أنكم تضعون السكين في اللحم التركي، لأنه جيتوا فرصة. لكن بالله عليك، دولتك السعودية، ما حب اللحم التركي، دولتك السعودية أكثر رحابة من تركيا، دولتك السعودية أكثر رحابة من تركيا.
يا رجل المملكة خلي العربية السعودية، المملكة العربية السعودية على فكرة ما هي دولة، المملكة العربية السعودية دي الدولة المقدسة اللي عشقها وترى ولحمك تافي من خيرها. أنت لم تجب على سؤالي، لم تجب على سؤالي. كم استضفتوا لاجئ سوري أنتم؟ نحن طال عمرك ما عندنا لاجئين، عندنا مواطنين سوريين 2 مليون بيشتغلوا وأولادهم في مدارس وبيتعالجوا في المجان وإلى آخره غيره. طيب شكرا لك، أجبت على السؤال، شكرا لك محمد من السعودية. شكرا لك. 2 مليون ونصهم ربما، أنا أشك في الرقم، لكن نصهم أكيد قديمين يعني منذ ما قبل الثورة وغيره. تركيا استقبلت 3.5 مليون، وربما هناك أرقام كما قلنا تشير إلى 4 مليون وأكثر، حتى 4.5 مليون. هذا كله بعد الثورة. أنا الحقيقة لست هنا والله في هذا المقام لأدافع على تركيا، لأنه ما يعني أنا مصلحتي في أنه هذا التقارب الحقيقة نرى جميعا، كل واحد يعني عنده عقل وعنده بعد نظر، هناك مصلحة في التقارب التركي العربي. سيبك من محمد اللي يتهكم ويضحك، نعرف دائما هذه الأصوات التي تأتينا من بعض الدول الخليجية التي رغم أن أردوغان الآن كف الدول الخليجية وعقد اتفاقيات، ومع هذا هناك أصوات سبحان الله تقول وكأنها تغرد خارج السرب. نحن قلنا منذ البداية ولم نجامل أحد أن هذا التصرف، هذه السياسات التي تجري في تركيا لا تليق بتركيا، وليست الحقيقة لا تراعي هذه القرابة العربية التركية، ولا تراعي حتى بعض الجوانب الحقوقية والقانونية. يعني المواطن الغير شرعي ينظر في أمره، وإذا كان هناك مكان يمكن أن يرحل إليه بشكل قانوني وبشكل آمن أهلا وسهلا، ومن يملك الإقامة في تركيا لا يمكن أن تتقدم إليه الشرطة أو أن تسيء إليه، وهذا ما يجب أن تقوم به تركيا وفق القانون ووفق الروابط في هذا الإطار. أحمد من فرنسا، أحمد من فرنسا. السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام أخي صالح. نخصص لك 5 ثواني إليك بأنك صحافي حر، وأقسم بالله ما نعرف نشيط، تتكلم على كل دولة كيكون كي تقول للحاكم ولا الشعب، إذا أساء هذا الحاكم تقول له أسأت، وإذا أحسنت تقول له أحسن، وراني متبعك سنوات وهذه بدون مجاملة. راك شفت هذا الشيء، علاش هذا الناس يقول لك والله العظيم ما يحبوا لي عليك الصحفي الحر اللي يتكلم الصراحة. أنا لو كنت تتكلم عليا أنا وقاطعتني شحال من خطر، ولكن عندك الحق، خرجت الموضوع. أخي صالح، أيوه. لتركيا أنا وريني دولة عربية، الجزائر، المغرب، تونس، يعني جاو مهاجرين والله إلا قاسوا في الصحراء حتى أكلوهم الحيوانات، وما يجري في تونس ذو ليامات، حتى أوروبا ما بين قوسين ما بين ظفرين تدخلت، والمغرب أكثر والجزائر. أنا نقول هذا الأخ اللي من لندن يقول لك الدول الإسلامية هي التي تعمل، أين هذا الدول الإسلامية؟ احنا رحنا نشوفهم هنايا النصرانيات يرفضوا عام أكثر من عام بدون يعني ما يخلصوهمش سومبي، ويرفضوا مأكولات، ويرفضوا يعني واحد المشقة نتاع الطريق ويدوها حتى الفلسطينيين، وليس إسلاميين هما نصارى. كيفاش يجي هذا يقول لك نتاع الإسلام أردوغان ما شتوش يا عباد الله بهم مرته يفطر مع السوريين في رمضان؟ مش طيب. واش راه داير هذا الانسان جاي قبيله يهرهر يضحك ويقول لك اردوغان ايه عنده علاقه مع اسرائيل، ولكن هذه العلاقه ماشي كيما نتاع المتطبعين اللي من هذا، يعني عارف واش راه يدير ودايرها، يعني كسبه كي شغل كنتره باش يعاود ينتقض الاسرائيلي حتى يمشي عندهم. اردوغان راجل اللي راه باقي على مستوى الوطن في الدول. شكرا لك احمد من فرنسا، اشكرك. نقلا عن المنظمه الدوليه للهجره في مصر، عدد اللاجئين السوريين المسجلين حتى نهاية 2022 العدد الإجمالي في مصر بلغ 1.5 مليون سوري، ردا على اللي ناقش فينا قبل شوي يقول لي 3 مليون لاجئ سوري في مصر. وبالتالي يعني نحن نعرف بأن تركيا أكبر بلد استقبل عدد لاجئين، أنا أتحدث عن المنطقة والعالم طبعا، أكبر بلد استقبل عدد لاجئين هي تركيا، ولا يمكن أن ننسى ذلك، لا يمكن أن نغالط أنفسنا، لأن المعاملة الآن شوية ربما صارت صعبة
ننسى الماضي، لأنه الحقيقة بعض أهلنا في سوريا مباشرة، وأنا تبعت بعض السوريين يعني مباشرة، قد ينقلب الآن ضد تركيا. لا مش هيك، دائما نعالج المسألة في بعدها في لحظتها. هذه الإجراءات فيها شوية ظلم صحيح، إن شاء الله نأمل الحقيقة أنه الجهات التركية المعنية أنها تراعي مثل هذه المسائل وأن لا تقسو على السوريين. لكن تركيا تبقى بلد فتح ذراعيه لملايين السوريين ووقفت مع الشعب السوري كما لم يقف بلد آخر في العالم وخصوصا الدول العربية، وهذا لا يمكننا أن ننساه لا اليوم ولا الغد. العربي من الجزائر في نصف دقيقة لو تكرمت. السلام عليكم أخويا صلح. وعليك السلام أخويا صلح، الله يجزيك كل خير. يعني أنا ما رش راح نزيد نقول كتر اللي قالوا الأخ أحمد، ولكن الأخ أحمد من باب الجزائر، عندنا يا أخي سوريين إحنا عايشين في الجزائر وأفريقيا عايشين معززين مكرمين. أما أنت يا أخويا صلح نقول لك بارك الله فيك وربي يجزيك كل خير، يعني صحافي حر، ونقول لك الله يعطيك الصبر. أنت راه صاري لك مثل ما راه صارينا إحنا الجزائريين مع أولاد فرنسا في الجزائر اللي حاربوا في اللغة العربية، يعني الله يعطيك الصبر. هذا واش نقول لك، احنا علاش دخلنا من الحراك؟ لان هما يشتموا اللغه العربيه في الحراك، دخلنا احنا خلينا موحدهم ما لقاوش رواحهم، دخلوا هما لديارهم. هذه هي الاستوار يا خويا صالح، وبارك الله فيك وربي يجازيك خير. شكرا لك العربي من الجزائر، واعتذر طبعا ومن بقى معنا على الخطوط، للاسف هذا ما سمح به الوقت. انا اعتذر، في الساعه الثانيه ظلمنا جمهورنا على الواتساب. رفيق من سويسرا شكرا لك، وضاح من اليمن اشكرك، عبد العظيم من الاردن، صالح من المغرب، حسن العماري وآخرين كثر، أشكركم جميعا. نتوقف الآن مع هذا مع هذه الفقرة الأخيرة كالعادة، مراسل الرأي الحر. أبدأ بعلاء من الجزائر الليلة، يقول التطبيع هو مجرد محاولات لقيادات فاشلة تحاول إبقاء نفسها في السلطة وحماية نفسها من الشعب بدعم صهيوني أمريكي غربي، بدل أن تحاول هذه القيادات التقرب من شعوبها ومحاولتها أو محاولة على الأقل حل مشاكله كما يقول علاء. مصطفى من هولندا، إسرائيل اخترقت هرم القرار المغربي منذ مدة طويلة ووصلت إلى أعلى دائرة لصنع القرار في الرباط عبر الجاسوس الصهيوني المتنكر في ثوب يهودي مغربي. عن مستشار الملك أندري أزولاي أتحدث يا سادة يا كرام، يقول مصطفى. خالد من المغرب، خالد يقول سياسة فرنسا الخارجية تجاه مستعمراتها القديمة في إفريقيا مبنية على زرع الصراعات بين الدول المجاورة مثل ما يقع بين المغرب والجزائر منذ ستينيات القرن الماضي، وخلق الحروب الأهلية والانقلابات اليومية للاستيلاء ونهب الثروات الطبيعية والمعدنية النفيسة وما أكثرها، يقول خالد. مؤنس من الأردن، هناك وصمة في مجتمعاتنا تربط بين الاضطراب النفسي وبين نقص الإيمان، وهو ما يحول دون مراجعة الكثير للمراكز العلاجية. أكتب على مواقع التواصل عن حالة مريضة أو متعبة نفسيا وستجد الردود تنصح بقراءة القرآن والرقية، ولا تجد إلا القليل من ينصح بالعلاج النفسي عند الأطباء والأخذ بالأسباب، كما يقول مؤنس. أختم بالرسالة الأخيرة وهي على شكل فيديو من فؤاد الحساني من اليمن، مشاهد لمهملات زبالة ملقاة على الأرض إثر تعرض مدينة تعز للحصار من قبل جماعة الحوثي لـ3000 يوم على التوالي، وما تزال طبعا مدينة تعز تعاني. نتابع هذه المشاهد. من الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل جماعة ميليشيات الحوثي الإرهابية، وهذه الصورة إحدى مظاهر هذا الحصار الجائر والظالم على هذه المدينة، والمدينة تغرق بكومة كبيرة من القمامة ومخلفات المنازل كما ترون. قامت الحوار فؤاد الحساني. أشكر السيد فؤاد الحساني، ويريد أهلنا في اليمن يستفيدوا من هذه الزاوية مثل ما فعل فؤاد الحساني. عندك الكاميرا واستفيد، انقل لنا حالة المرضى، انقل لنا الأوضاع الاجتماعية، انقل لنا وضع الناس عموما، اعمل حوارات مع البسطاء والفقراء في الملاجئ وغيرها، استفيد من هذه الفقرة. نحط الرقم الآن كالعادة، الرقم أمامكم اللي تابعني الآن في اليمن، في السودان، في فلسطين، في أي مكان من العالم، الرقم أمامك واتساب، وبإمكانك ترسل أيضا رسالة فيديو
وتشرح أنت مع المشاهد وتصرف كما تشاء. ومرحبا بكل رسالة من أي مكان من العالم. الرقم واتساب كالعادة 044-77-627-609. ياريت اللي تابعني سجل الرقم حتى ما ينساه. لقاؤنا بحول الله يتجدد يوم غد وفي نفس التوقيت. أستودعكم الله.